من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا. حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء مرتبطا إذا ما أعمل الفكرة. إذا ما أعمل الفكرة. الحمد لله بيده مفاتيح الفرج، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وما جعل علينا في الدين من حرج. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قامت على وحدانيته البراهين والحجج. وأشهد أن محمدا سيدنا ونبينا عبد الله ورسوله والمفدى بالقلوب والمهج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ساروا على أقوم طريق وأعدل منهج، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي في هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم الخير كله وأن يغدق عليكم من حيث لا تعلمون. ومع حلقة جديدة من برنامجنا أيها الإنسان تعلم. والآن نبقى مع قرعة سؤال حلقة الأمس. مليون مبارك للفائزين، وحظا موفقا لمن لم يحالفه الحظ في الحلقات القادمة. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة والآن مع حديث الليلة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عاد الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ قال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. صححه الألباني. عدا اختطف، أقعى جلس، زواها جمعها في زاوية، عذبة صوته طرف الصوت، شراك نعله السير من نعل الحذاء.
عدنا إليكم. الذئب حيوان من الفصيلة الكلبية ويسمى كلب البر، وجمعه أذب وذئاب وذؤبان، وكنيته أبو جعدة، وهو حيوان ذكي جدا وصياد ماهر خطير وذو جمال شديد، صوته العواء ويخافه الإنسان وهو يتجنبه. لديه نظام اجتماعي متميز وتدرج في السيادة، تحمل الأنثى لمدة 65 يوما وتلد ما بين 3 إلى 8. يهاجم الذئب حيوانات تزن 10 أضعاف وزنه، ويشم رائحة الدم على بعد أميال، وهو شديد العبث من أجل العبث وليس الجوع، فقد يقتل 100 من الدجاج أو من الخراف دون أن يأكل منها شيئا، وله صبر على الجوع ما ليس لغيره اللهم إلا الأسد. ومن عجيب أمره أنه ينام بإحدى مقلتيه والأخرى يقظة حتى تكتفي العين النائمة من النوم فيفتحها وينام بالأخرى ليحترس باليقظة ويستريح بالنائمة. وجرو الذئب كأبيه في طباعه، حتى لو ربي مع الشاة وغذي بألبانها. فقد حكى الأصمعي عن عجوز أخذت جرو ذئب وأدخلته بيتها وربته حتى كبر، فما كان منه إلا أن قتل الشاة في غفلة منها، فقالت شعرا: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. والذئب حيوان ضار مفترس قاس، وهو ذكي صبور شجاع، يظهر المهارة في القتال، ويبحث عن فريسته نهارا وينام ليلا، ويرتاد الأماكن المنعزلة، ويمكن أن يعيش وحيدا، وهو يعمل منفردا عندما تكون الفريسة صغيرة، وقد تهاجم مجموعة ذئاب فريسة واحدة إذا كانت كبيرة الحجم. وتسير الذئاب في خط طويل، كل منها يتبع الآخر، فإذا صادفها عائق تعاون الجميع على إزالته. ويعيش الذئب في الغابات وفي المناطق الجبلية والوعرة وبين المقابر في القرى، ومعدل سرعة الذئب بين 40 إلى 44 كيلومتر في الساعة، وله نفس طويل في الجري، ففي استطاعته أن يجري طوال النهار دون راحة. يحرم أكله وبيعه لأنه من السباع، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور يحرم أكل لحمه ويجوز التداوي به عند الضرورة. وأشهر ذئب في التاريخ هو ذئب يوسف عليه السلام، الذي اتهمه إخوته بأنه أكله، وهو أشهر حيوان تعرض للاتهام من قبل البشر. جاء ذكر الذئب في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، وفي قوله: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي أي البعيدة. وقد كلم الذئب من الصحابة 3: رافع بن عميرة، وسلمة بن الأكوع، وأهبان بن أوس الأسلمي رضي الله عنهم، وهو المذكور في هذا الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وذكر الذئب في الأمثال، فقيل: من استرعى الذئب فقد ظلم، أي ظلم الغنم أو ظلم الذئب، حيث كلفه ما ليس في طبعه، يضرب لمن يولي الأمر غير الأمين. ويقال: أكلهم الذئب، يراد به السنة الشديدة. ويقال: فلان من ذؤبان العرب، أي من صعاليكهم ولصوصهم. أما الذئب في المنام فيدل رؤيته على الكذب والحيلة والعداوة للأهل والمكر بهم. وقيل الذئب في الرؤيا: لص غشوم ظلوم، وجروه ولد اللص، فمن رأى جرو ذئب فإنه يربي لصا لقيطا. وإن تحول الذئب حيوانا إنسيا كالخروف فإنه لص يتوب، ومن رأى ذئبا دخل داره فليحذر اللصوص. ومن رأى ذئبا فإنه يتهم إنسانا، ويكون المتهم بريئا لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. لحظات ونعود إليكم أحبتي، فلا تذهبوا بعيد. عدنا إليكم من جديد، فمرحبا بكم. في هذا الحديث من الفوائد الشيء الكثير، ومن ذلك أنه لم يبعث الله عز وجل برسول بقدر هائل من المعجزات كما بعث شفيع الأمة وكاشف الغمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
فالقرآن الكريم ليس معجزته الوحيدة كما يظن البعض، فهناك الكثير والكثير من المعجزات، منها أنه خرج من بيته يوم نام علي دون أن تراه عيون المتربصين لقتله، واختفاؤه بالغار، ونسج العنكبوت، وبيض الحمامة، ونزول الوحي، وغيرها الكثير والكثير من المعجزات. ولعل من أعجبها هي قصة الذئب هذا الذي أنطقه الله فشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذئب ليس الحيوان الوحيد الذي كرمه الله بسير الأنبياء ومعجزاتهم، فالهدهد ذكر مع سيدنا سليمان عليه السلام، والنمل أيضا، كما ذكرت الشاه مع سيدنا إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل عليهما السلام، والناقة لسيدنا صالح عليه السلام، والبقرة مع سيدنا موسى عليه السلام، والكثير من الحيوانات التي كرمها الله، حتى الحمار صاحب سيدنا عزير في صحوه ومنامه. قصة هذا الحديث أن راع اسمه أهان بن أوس خرج يرعى بغنمه في الصحراء، وكان الرجل يهودي من أصحاب الكتاب، وإذا بذئب يعدو خلف غنمه ويختطف منها واحدة، فجرى خلفه الراعي حتى اختطفها منه، فنظر له الذئب حانقا وجلس على ذنبه مفترشا الأرض، وفجأة نطق بصوت البشر قائلا: لماذا تختطف مني رزقا كتبه الله لي؟ فتعجب الراعي مما رأى وسمع ذئب ينطق بكلام البشر، وظل ينظر للذئب حتى فطن أنه يود لو نطق ثانية حتى يتيقن مما قال. فقال له الذئب: ألا أخبرك بأعجب من كلامي؟ هناك نبي يدعى محمد في يثرب يخبر الناس بما حدث في السابق وما سيحدث بعد حين، وإنه لهو الصادق الأمين. وبعدها انطلق الذئب يبحث عن رزقه في مكان آخر، وترك الراعي مذهولا مما سمع. ولما عاد إلى المدينة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حدث، فجمع عليه الصلاة والسلام القوم وقال له: قص عليهم ما رأيت. فقص عليهم الحديث. وفي قصة شهادة الذئب للنبي عليه الصلاة والسلام إخباره صلوات الله وسلامه عليه عن أمور متعلقة بأشراط وعلامات الساعة، فقد أقسم عليه الصلاة والسلام للتأكيد على ما سيخبر به أن الساعة لن تقوم حتى تقع هذه الأمور: الأول أن تكلم السباع، أي سباع الوحش كالأسد. الثاني أن تكلم عذبة الصوت صاحبها، وعذبة الصوت أي طرفه التي في رأسه، فتكلم صاحبها بكلام يفهمه. الثالث أن فخذ الإنسان نفسه يكلمه فيخبره بما فعل أهله في غيبته. وهذه الثلاث من خوارق العادات، فهذه الأمور لا تتكلم في الأصل، ولكن عند اقتراب الساعة تتغير بعض نواميس الكون إذانا بقرب انتهائه، فينطق الله تعالى الذي أنطق كل شيء هذه الأشياء، ولله الأمر من قبله من بعد. فهل سمع أحد أن حيوانا شهد لإنسان بصدقه أو دل عليه أو أرشد إليه؟ هذا هو ما حدث للذئب مع نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنها آية كريمة ومعجزة عظيمة ضمن دلائل ومعجزات كثيرة وصحيحة أكرم الله عز وجل بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وجعلها شاهدة على صدقه ودليلا من دلائل نبوته. في هذا الحديث أيضا المطالبة بالحقوق، فالذئب طالب بحقه ورزقه الذي إن كان هو في الحقيقة هو حق الراعي، ولكن الله تعالى كتب له هذه الشاه ففي ظنه أنها حق له. وفيه أيضا أن الراعي إذا غفل عن رعيته فينالها ضرر كبير يكون هو السبب فيه، فهذا الراعي بعد أن غفل عن أغنامه كاد الذئب أن يأكل أحداها، وعلى هذا فقس. فكل الناس رعاة على ما تحتهم، الأب والأم رعاة على أولادهم، المدرس راعي على طلابه، صاحب العمل راعي على عماله، والرئيس راع على شعبه. وفيه كذلك حرمة الاعتداء على الآخرين من غير سبب، وقد اشتهر الذئب بالإفساد وليس الفساد، والفرق بينهما أن الفساد متعلق بالشخص، وأما الإفساد فمتعدي ويصل ضرره إلى غيره، فالتعدي ظلم وشؤم خطير. فماذا يقول؟ من تعدى على الأموال فنهبها، وتعدى على حدود الله فانتهكها،
وتعدى على أعراض الناس ولحومهم فنهشها، وتعدى على عقائد الناس وأخلاقهم فأفسدها. وبعد أن صار الناس كلهم ذئابا، وجدنا من يجد في عواء الذئب ما يؤنسه، فيتمثل بقول القائل: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسانا فكدت أطير. هذه بعض الفوائد، وفي الحديث فوائد كثيرة وعديدة إن أمعنا النظر والتفكر. ونأتي الآن إلى سؤال الليلة، وهو: أذكر ثلاثا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يمكنكم المشاركة في الإجابة عن سؤال اليوم عن طريق الإعجاب والاشتراك بقناة عدن وقناتي على اليوتيوب وصفحة القناة وصفحتي في الفيسبوك، ومشاركة الحلقة على صفحاتكم وكتابة الإجابة في التعليقات مع ذكر الاسم ورقم الجوال في صفحتي. يظهر الآن على الشاشة عناوين قناة عدن وعناويني. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة في ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل جميعا، وعلى أمل اللقاء بكم مرة أخرى في الحلقة القادمة بإذن الله. فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا، حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء متبطا إذا ما أعمل الفكرة، إذا ما أعمل الفكرة.